إذا رأى الحياة سعيدة ولو كان مشلول أعمى ليس لديه من الحياة من زينة الحياة أي شيء. لماذا يا إخواني؟ لأن أنا دائما أتأمل في هذا الحديث، وكل ما تذكرته إذا جاءك الهم اعرض نفسك على هذا الحديث، تجد سبحان الله أنك تنبسط وخلاص تنسى الهم. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يعني إنسان رضي الله عنه لكنه عاش كل حياته بؤس، الحمد لله ما فينا إن شاء الله ذاك الشخص، ما في شيء يخطر على بالك من البؤس اللي موجود فيه، فيغمس غمسة في الجنة لم يأكل لا من ثمارها ولم يشرب من مائها ولم يتلذذ بأي شيء مما فيها، فقط غمسة. فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: ما مر بي بؤس قط، نسي. سبحان الله. ولذلك يا إخواني عندما تتأمل هذا أنه أنت هذا أنت هذا أنت يا إخواني، ترى إحنا الآن على طريق الجنة. لما تنظر الآن إلى 7,000,000,000,000 إنسان على وجه الأرض، فتجد أن الله عز وجل اصطفاك من بين هؤلاء، فأعطاك التوحيد الخالص. نعم، تعطاك التوحيد. تدش معنى كلمة التوحيد؟ يوم القيامة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل التوحيد بالنسبة لأهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. سبحان الله، كم توقعون عدد الشعر الأبيض في جلد الثور؟ يعني هذا شيء يعطيك أنت من هؤلاء، أنت من الصفوة. طيب عندما تأتيك هموم الدنيا كلها فتتذكر هذا المقام العظيم، عنده يجب أنك تكون سعيد. علشان كذا مثل ما قال الأستاذ الكريم، بعض الناس سبحان الله العظيم إذا انتهت العبادة يقول: يا أخي أنا والله ما أدري هل نقابل الله منا. ليش تقول كما؟ أنا بقول لكم موقف صار لي أنا. تفضل. في أفريقيا أسلم، أرسلنا الأمير سلطان رحمة الله عليه إلى أفريقيا رحمه الله، فأحضرنا بعض الأرزاق لمنطقة كانت فيها مجاعة، وأتينا لهم تقريبا حوالي أذكر أنها حوالي يمكن 20 حافلة مليئة بكل الأنواع الأرزاق، إغاثة. نعم. الأمير سلطان رحمة الله كان له لمسات عظيمة جدا في تلك الأرض. الشاهد أنه إحنا وقفت أنا والشيخ شيخ القبيلة على تبة مطلة على القرية. القرية فيها 17,000 إنسان. سبحان. يعني 17,000 إنسان معناه أنت في أمامك حوالي 800 بيت إلى 900 بيت، يعني عدد مهول من البيوت. عبارة عن إيش؟ عبارة عن عشش. وبيوت من القش، ما في ولا بيت مبني أبدا، حتى الصورة ما زلت أحتفظ فيها إلى هذا اليوم من روعتها، لأن أنا نفسي غيرت حياتي. وقفت أنا والشيخ رجل كبير في السن، قلنا قبل المغرب بقليل، فننظر إلى 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 قال لي: ماذا ترى؟ قلت أنا ما لفت انتباه شيء. قلت: والله أنظر إلى العشش والبيوت. قال: لا يا أخي، ألا ترى أن النيران موقدة في كل بيت؟ النيران موقدة. قلت: يعني وماذا يعني ذلك؟ المعنى هذا أن هؤلاء كلهم تعشوا اليوم. هذا المنظر من شهور ما رأيناه، أنك تجد الناس كلها تتعشى في يوم واحد. فأنا قلت الكلمة حقة اجترار الأحزان اللي دائما حنا نجلد فيها ذاتنا. قلت: يا أخي أنا أخشى أننا من الأخسرين أعمالا، يا الله، الذين ظل سعيهم في الحياة. أسألكم بالله، مو دائما تسمعوا الكلمة هذه؟ صحيح. مو دائما تسمع التأنيب إذا صلى ولا مثلا صام رمضان قال: يا أخي والله ما أدري قبل الله مني ولا ما، لو قبل الله مني ركعة لتمنيت الموت. يا أخي هذا يا أخي ترى الله رحيم يا أخي. المهم أنه قرأت الآية على الشيخ، فقلت: إني أخشى أننا من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقفتنا فقال لي: كمل الآية. قلت: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. قال لي: أسألك بالله، كفرت بآيات الله؟ قلت: لا. قال لي: أخي احسن ظنك بالله. سبحان الله، احسن ظنك بالله، وهذا هو المطلوب. فلا تجتر الأحزان تقتل كل لحظة سعيدة. انتهت الناس من عبادة، يعني قبل كم يوم، قبل يومين أنا وقفت في المسجد وقلت للناس: مبروك مبروك، اليوم صمنا عرفة. ما قلت قابل الله ما قبل، خلاص احنا صمنا وانتهى، لا تكذب، خلاص ابشركم ترى اليوم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله عطانا وعطانا وعطانا. والله لو تشوف التفاؤل في وجوه الناس والفرحه، لانه هذا اللي احنا نبغاه. يا اخي انا قاعد اصوم لي 16 ساعه في هالحر، انا ارجو ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب اخطيت مثلا، استطيع افطر بدون ما احد يدري، مع ذلك اصوم اخلاصا لله. يعني في رمضان انا وقفت مره في مسجد قلت: انتم كلكم محسنون ومن اهل الاحسان. قالوا: كيف؟ قلت: الآن أليس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟ قالوا: نعم. قلت: هل أحد منكم كان يقدر يفطر اليوم بدون ما أحد يشعر فيه؟ قالوا: قال: خلاص إذا أنت من أهل الإحسان. فما أعظمك، أنت عظيم.
أنت إنسان لك مقام كبير عند الله عز وجل، فلا تجلد ذاتك، لا تبدأ تجتر فتقتل كل لحظة جميلة.